اعتقادي ان الخطوه اللي قامت بها مصر تجاه العدوان الصهيوني الاخير على قطاع غزه وعلى الضفه الغربيه والاحداث التي جرت في محيط المسجد الاقصى هو الدور الطبيعي والدور الريادي لمصر. وكلنا يعلم ان مصر دائما كانت تتبنى القضية الفلسطينية وكل مشاكل الشعب الفلسطيني، وهذا ليس بغريب أو بجديد على مصر التي دفعت ضريبة كبيرة جدا تجاه القضية الفلسطينية منذ عام 48، ومصر خاضت 4 حروب بخصوص القضية الفلسطينية، حرب 48 و56 و67 و73، ومصر دفعت ضريبة كبيرة جدا من خيرة شبابها، يمكن مئات الآلاف من الشهداء، ورأينا استنزاف للاقتصاد المصري بسبب هذه الحروب بتريليونات الدولارات. والخطوة الأخيرة التي قامت بها مصر هي تأكيد لما قامت به مصر طوال العقود الطويلة السابقة بخصوص القضية الفلسطينية. ومن الطبيعي أن تقوم مصر بهذا الدور تجاه القضية الفلسطينية، وليست القضية الفلسطينية فحسب، بل كل قضايا الوطن العربي. مصر باعتبارها الدولة الأم والدولة الكبرى دائما ما تساند قضايا الأمن القومي العربي، ولثقل مصر على شتى المجالات، فإن رأي مصر دائما رأي مسموع ورأي له قيمة على المستوى المحلي والإقليمي وأيضا على المستوى الدولي. والجهود التي قامت بها مصر مؤخرا كان لها صدى كبير جدا في المجتمع الدولي، ورأينا مجلس الأمن في مناقشته الأخيرة القضية الفلسطينية أثنى على الموقف المصري وقدر الموقف المصري التي توصل إلى وقف لإطلاق النار. وفي اعتقادي أن مصر لا تقدم مواقف سياسية فحسب، وإنما تقدم أيضا مساعدات، ورأينا المساعدات الكبيرة جدا التي قدمتها مصر للقضية للشعب الفلسطيني، سواء القوافل الطبية أو القوافل الغذائية، ثم قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم معونة كبيرة جدا ب 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة بأيدي وشركات مصرية خلال الفترة المقبلة. وهذا هو الدور الريادي والدور التي تقوم به مصر الكبيرة تجاه الأشقاء الفلسطينيين وتجاه الأشقاء العرب بشكل عام.